بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المرة الأولى عن الكتاب الضخم ست شامية. طيب، الكتاب الضخم له دهاليز كثيرة، دهاليز يعني طريق بين جدرين، بين جدارين ضيق، والشارع طريق واسع. فالدهاليز للكتاب خمسة دهاليز: دهليز للتعرف على الشخص نفسه، يعرف نفسه، يعني كأنها خمسة دوائر: الدائرة الصغيرة في الكتاب وبالنسبة للخوف مثلا، بالنسبة لجميع الأسئلة اللي هي يمكن ما تتعدى خمسة، سألنا عن الخوف ونجلس في الخوف. إذن الخوف لو حبينا الدهليز يعني زي النفق المظلم، يعني لأن الكلام في الكتب وفي الوصف عن الخوف كثير، لكن الكلام اللي هو يعتبر فصل، قول الفصل، هو القرآن الكريم. يعني حتى نحن سميناه أبسولوت بوك. أبسولوت زي أبسولوت نمبر، لما نقول الرقم الأبسولوت إلا ما ينقسم على بعض، يعني لو انقسم يعني زي الواحد يطلع نص، الثلاثة يطلع واحد ونص، فهذا أبسولوت. معنى أبسولوت يعني زي الصادق، يعني شوية كده، يعني ما احتاج أحد يركزه يعني. أما الاثنين والأربعة والهذا فما هي أبسولوت، على اختلاف يعني، لأنه لما تقبل القسمة بعدين في الأخير ما تقبل القسمة، يعني زي الحامل يعني، يعني كأنه الذكر والأنثى، يعني الأرقام الزوجية أنثى والأرقام الفردية ذكر، فالأربعة لما تقسمها على اثنين تولد اثنين، والاثنين تقسمها على واحد كأنه ولد الذكر وأنثى، هذه الأرقام. شوف تخيل، يعني عملنا الأرقام ك أو كلمة الأبسولوت. فالقرآن الكريم هو القول الفصل، بعد كده جاءت السنة فيها ستة كتب أو أكثر، يعني السنة، من يدعي السنة إنه واحد كتاب؟ الشيعة لهم سنة وهذول لهم سنة، وكل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشعب 73 بس كتبهم. المهم هذا دهليز المصدر، دهليز المصدر في خمسة، يعني هناك خمسة دهاليز، هذا دهليز المصدر بس. يعني من فين ناخذ؟ يعني عندنا الدوائر خمسة: دائرة الفرد، دائرة الحي، دائرة، طبعا هي دوائر المجتمع، دائرة هذا في المدينة، الحي في المدينة يعادل القرية اللي نسميها قرية، بس القرية اللي في الكتاب هي الأم اللي في الكتاب في القرآن الكريم. القرية هي
الأمة، لكن في زمننا هي قرية، لأنه كان عدد السكان يعني كان عندك أنت لما يكونوا 1000 زي قريش، قريش أمة قريش كانت 1000 بيت، فألف بيت عندنا زي قرية زي حي، فبالنسبة للمدينة حي، وبالنسبة أو حارة يعني حارتنا كان فيها تقريبا. الحوائر مجموعة يسمى أحياء لما كبرت، يعني كل ما كثرت الناس كل ما طلعت أسماء، يعني الاسم القديم في زمن بداية الرواية حارة ما في حي، بعدين صارت أحياء لغت الحارة، بعدين اتلغت الأحياء صارت مدن، بعدين صارت مناطق. إذن هذا دهليز اللي هو دهليز المرجع، تحته 5، أو هي في 5 نحن بالنسبة للخوف. أما المرجع بيتكرر في كل الأسئلة، يعني الخوف طبعا، الأسئلة ما تسأل عن الأشياء أو ما فيها الأشياء، يعني هي ما هي أسئلة فلسفية، يعني جات ب الحيرة، يعني كان في حيرة في مواضيع معينة، زي ما كان في حيرة في العملة الفلوس الورق، ففي سؤال عن الورق الفلوس الورق اللي يستجدد ما كانت في بداية عهد، في العقد الأول والعقد الثاني من حياته ما كان في ورق، العملة الورق مستجدة عشان كده فيها سؤال ليش العملة الورق، أو ليش العملة، ليش العملة، الناس ما يخافوا انها مزيفة. بالنسبة للمعدن بسيط، لكن بالنسبة للورق غير بسيط، يعني مثلا انت عندك ثروة كبيرة جدا تبقى تروح تستعملها في السوق، تبقى تروح تحطها في البنك، قالوا لك هذه مزورة، بالعكس مش يعوضوك، ممكن يلقوا عليك القبض وتنسجي. طيب ايش صعوبة التزوير؟ يعني المعدن اصعب في التزوير، تتزور بس اصعب، تكلف، لكن الورق ما يكلف، يعني حتى لو نفس اللي يطبعوه زي الطوابع، لما تطبع مزيف برضو، الطوابع لها قيمة بالريال وبال، فكانت يعني هذا سؤال من الأسئلة. والخوف مهيمن على جميع الأسئلة، يعني مثلا اللي يجرؤ ليش ما يجرؤ الناس يزوروها؟ الخوف، خوف لأنه بده يسرق الناس كلها، نحن نحاول ما نطيل، فالخوف داخل في كل شيء، والمصدر داخل في كل شيء، اللي هو لازم نعتبره المصدر اللي ما فيه نقاش، أو مو ما في نقاش، احنا ما نبغى نثبت لأحد، اللي يدلنا على الخوف. طبعا هي ست شامية لما سألتها عن الخوف، كان أبوها شيخ حفظ القرآن وحافظ القرآن، لكن هي مش حافظ القرآن، فتروي ولا تجلس جلسات مع أبوها يعني يشرح لها، تروي قصة أبوها لما رجع من الهند وحكى لهم عن أشياء ما كان يعرفها، حكى لأمها ولها منها الخوف. طبعا لما حكى الآية هي يعني كأنها حفظت الآية، لكن ما هي حافظة القرآن كله، فالآية يعني في الهند، في رحلته للهند سنة، دلوه على إن الخوف بدأ يعم في الناس بعد ما نزلوا الملكين ببابل هاروت وماروت،
يعني الخوف علم الملكين، الخوف علم الملكين. في الآية إنما ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني الخوف